إن شاء الله ستتابعونها سهرة الأحد على الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة مباشرة وحصريا عبر قنوات بي سبورتس 1، بي سبورتس 1 الإنجليزية، وبي سبورتس 4K، فمتابعة راقية كما هو دائما للجميع. للحديث عن كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة ينضم إلينا في هذه الأثناء باسل طبال من برشلونة وجمال جبلي من مدريد. أبدأ معك جمال، مرحبا بك. مصائب قوم عند قوم فوائد، برأيك جمال إلى أي حد تأتي هذه المباراة في وقت مناسب للفريق الملكي، وإلى أي مدى يمكن لكتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن تستغل المعنويات المهزوزة للفريق الكتالوني وتعزز رصيدها في الصدارة للمضي نحو استرجاع لقب الليغا؟ مساء الخير ثانية مهيب. مرحبا. بالفعل ريال مدريد يأتي بمعنويات مرتفعة، وبالعبارة المنتشرة والمستعملة يأتي منتشن بانتصار ثمين وتاريخي إن صح التعبير على مانشستر سيتي، الذي تمكن ريال مدريد أن ينتزع منه بطاقة التأهل إلى نصف النهائي. ثم هناك الإحصائيات التي تقول بأن الفريق الذي يفوز على حامل اللقب هو الذي يتوج بعدها، كما حدث لمانشستر سيتي حينما أخرج قبل سنة ريال مدريد، وكما حدث أيضا لريال مدريد حينما أخرج تشيلسي العام الذي سبقه. وبالتالي هناك مؤشرات كثيرة تدل بأن ريال مدريد يسير بخطى ثابتة نحو اللقب 15 له. ثم إن تحدثنا عن الوقت المناسب فهي 7 مراحل قبل نهاية الليغا، ثم هناك 8 نقاط تفصل بين ريال مدريد وبرشلونة، بمعنى أن ريال مدريد ليس عليه خطر محدق كبير. حتى وإن خسر المباراة أمام برشلونة سيكون الفارق 5 نقاط، وعلى ريال مدريد أن يتعثر مرتين أخريين حتى يتمكن البرشا من لحاق به شريطة أن يفوز البرشا بجميع مبارياته، وهو أمر يبدو مستبعد شيئا ما، بقدر ما هو مستبعد أن يخسر ريال مدريد أكثر من مباراة أو مباراتين فيما تبقى له. ثم الكلاسيكو جاء في وقته لأن كما قلت المنافسة ربما لن تحسم هنا، ستكون مباراة مهمة، لأن الفوز سيعيد أو سيبعد أكثر ريال مدريد وسيقربه من لقبه 36، بينما الخسارة ستعيد الأمل لبرشلونة وستعطي رونقا لهذه المنافسة. لا شك بأن برشلونة يريد رونقا لهذه المنافسة بينما ريال مدريد لا يريده. أما عن المعنويات المهزوزة لبرشلونة، صحيح بأنها معنويات مهزوزة، صحيح بأن هناك تصريحات داخل النادي بين اللاعبين سرعان ما تم تفنيدها، وقيل بأن الجو الأجواء داخل النادي جيدة، لكن حذاري، هذه المعنويات المهزوزة يمكن أن تكون الحافز الذي يحتاج إليه النادي ليعود في المنافسة. وبالتالي ريال مدريد لا شك بأنه هو بدوره محفز، لكن سيلعب ضد فريق لم يبق له ما يربحه في هذه أو في هذا الموسم سوى الفوز على الغريم. على الأقل سيكون له ما يرضيه ويرضي أنصاره، وهو الفوز على ريال مدريد. جيد، من مدريد إلى برشلونة ينضم إلينا أيضا في هذه الأثناء مراسل قنوات بين سبورتس باسل طبال. باسل مرحبا بك. باسل، بأي معنويات يستعد الفريق الكتالوني لموقعة البرنابيو، وهل أن الأجواء داخل البيت الكتالوني مهيئة في الظروف الحالية لأحداث على الأقل ردة فعل إيجابية ومصالحة أيضا الجماهير والعودة إلى سكة الانتصارات قصد الإبقاء على حظوظ الفريق في المحافظة على لقب الليغا؟ مساء الخير مهيب. دون أي شك أن المعنويات من الصعب أن تكون عالية وأنت خارج المسابقة الأوروبية، خاصة وأن برشلونة سبق له أن فاز في مباراة الذهاب، وكان هناك تطلعات كبيرة في مواجهة باريس في لقاء العودة، وكان النادي يرى نفسه في الدور النصف النهائي. لو
حسب ما كذلك يعتقد الكثيرون أن الظروف لم تساعد برشلونة في هذه المباراة، وبالتالي ربما كانت تلك المسابقة هي التي يركز عليها برشلونة بشكل كبير، مع العلم أن المسافة في الدوري هي كبيرة، وحتى لو تمكن برشلونة من تقليص الفارق في يوم الأحد في مواجهة ريال مدريد تبقى المنافسة على الدوري صعبة جدا في هذا الموسم نظرا للنقاط الكثيرة التي أحضرها برشلونة في هذا الموسم. طبعا حسب بعض اللاعبين أن دائما في كرة القدم عندما تخسر فرصة كرة القدم دائما تمنحك فرصة أخرى، وهنا المقصود عن مباراة الكلاسيكو، مع العلم أن برشلونة في هذا الموسم خسر مواجهتي الكلاسيكو مع ريال مدريد سواء كان في الدوري أو حتى أيضا في كأس السوبر، وهنا فرصة لتعويض هذه المواجهة. طبعا في هذا الأسبوع تصريحات غوندوغان ربما كانت هي التي أشعرت بعض من الأجواء السيئة في داخل غرفة الملابس، ولكن يبدو أن الأمر أصبح انحل في هذه في غرفة الملابس بعد حديث دار بين غوندوغان وكذلك أراوخو، أن اللاعب الألماني لم يكن يقصد انتقاد مباشرة اللاعب الأوروغوياني، ولكن هناك فارق في التعامل مع التصريحات بين لاعب وآخر، بين جنسية وأخرى، بين ثقافة وأخرى، لذلك تم إنهاء هذا الحديث، والآن برشلونة يستعد لهذه المواجهة، ولكن دون أي شك أن المعنويات ليست في أفضل حالها، هناك نوع من إحباط كبير لدى اللاعبين، خاصة وأن الفريق يأتي بعد تحقيق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، هي أول خسارة يتعرض لها الفريق منذ شهر يناير، ولكن الهزائم التي جاءت قبل ذلك جعلت الفريق يكون في هذه الوضعية السيئة التي بإمكانها ينهي هذا الموسم دون أي لقب ممكن. هناك تمسك في الليغا أنه في حال تمكن برشلونة من الفوز في هذه المباراة فقد يكون هناك أمل لخطف اللقب، حتى ولو أصبحنا قريبين ربما من نهاية هذا الموسم، ولو تقلص الفارق لخمس نقاط تبقى دائما الأفضلية لريال مدريد. وبالمناسبة غوندوغان عاد وتحدث اليوم بعد هذه التصريحات النارية بعد المباراة، ويحفز اللاعبين الشبان على خوض هذه المباراة بحافز كبير. هذه أول مباراة كلاسيكو بالنسبة للاعب مثل باو كوبارسي، وكذلك أول مواجهة أيضا للاعب لامين جمال في ملعب سانتياغو برنابيو، هناك حوافز أخرى قد يستغلها برشلونة وقد يستغلها تشافي في هذه المواجهة. بس طبيل من برشلونة، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادات، وأيضا الشكر موصول لجمال جبلي مراسل قنوات بين سبورتس كان أيضا معنا من مدريد، شكرا لكما. إذن نذكركم مشاهدينا بموعد مواجهة الكلاسيكو التي إن شاء الله ستتابعونها سهرة الأحد على الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة مباشرة وحصريا عبر قنوات بين سبورتس 1، بين سبورتس 1 الإنجليزية، وبين سبورتس 4K، فمتابعة راقية كما هو دائما للجميع.